إلى ذلك أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن قضاة محكمة العدل الدولية رفضوا المطالب القطرية وطلبوا بإجراءات كانت الإمارات قد نفذتها من قبل. وقال إن القضاة دعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذها إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة. وكان قرقاش قد علق على قرارات المحكمة الدولية على خلفية ادعاءات قطرية لا أساس لها من الصحة ضد الإمارات بشأن تمييز تجاه المواطنين القطريين، ولم تقدم قطر أمام المحكمة أي دليل مقنع على ادعاءاتها الباطلة حسب ما أكد مستشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبد الرحيم العوضي.